الوالد قد ما فيه يجرب يبعدني. كاراكلا خلق لغة رأس اسمها ستيل كاراكلا. على طول العالم العربي بنسمع المشاكل اللي بتطلع منه، بس في جمال. على طول كنت اسمع الوالد يحكي قديش كان الملك حسين دعم وكان يقدر الفن، كان يقدر مسرح كاراكلا. أليسار كاراكلا، هذا الاسم لما نحكيه نتخيل لوحة رقص كاملة وجميلة. هون عم نتحدث عن فن الرقص والمسرح، كيف بنقدر نواجه في صعوبات الحياة ويبقى الفن هو اللي بيعكس الحضارة والتاريخ. اليوم معنا أليسار بحديث خاص في دنيا دنيا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك بالأردن. أهلا فيك، كتير مبسوطة أنه نحن اليوم موجودة بالأردن. سألني 15 سنة مجي على الأردن. 15 سنة، مدة طويلة. فكتير مبسوطة أنه أنا اليوم موجودة معكم. أحنا مبسوطين أكتر. أليسار، هذا الاسم اللي لمع بعالم المسرح وتصميم الرقص وبشكل عام مسرح كاراكلا، هو كان نقلة نوعية فيما يتعلق بالرقص المسرحي بشكل عام. لكن إذا بنرجع للبدايات، أنت نشأتي في عائلة فيها فن ومسرح وأغاني، بس ما نقدر نفرض على أبنائنا حلمنا، لكن أنت المسرح اختارك، مزبوط أليسار؟ بفتكر المسرح، أنا كتير تأثرت بالوالد. مثل ما قلت، ربيت بعالم الفن، يعني الفن ما كان يكون بس موجود بالمسرح، مطرح ما الفرقة تكون عم تتمرن، الشغل يجي على البيت مع الوالد. في أنام واسمع موسيقى، اسمع شعر، اسمع شعر سعيد عقل، شوف تصميم ملابس، تصميم رأس. فأكيد الطفل بيتأثر بهالأشياء، بس الوالد قد ما فيه يجرب يبعدني، لأنه ما كان بده يحط هالضغط، إنه خلص أنت اختاري، أنا ما رح يضغط عليك. وكمان أنا كنت بعيدة من عالم العربي لأنه ربيت بلندن، خليت عمر صغير كتير من وراء الحرب بلبنان. فقضيت كل طفولتي وكل دراستي بلندن، وبعدين كملت على أمريكا وفت مني لحالي. درست، عملت الماسترز بالكوريوغرافي، بتصميم الرقص، لأنه حسيت حالي بلا ما أعرف وقتها، كنت بعدني صغير، بس حسيت عندي مسؤولية كمل هالرسالة. لأنه كان قليل تشوفي بعالم العرب، يعني العربي، مسرح واصل للعالمية. صحيح. يعني ولغة رأس، مش يعني انأخذت الدبكة الفولكلور لبناني أو الفولكلور العربي، بتشوفيه بسهرات أو بفرح، ما بتشوفيه عم ينحط على مسرح عم ينحكى كلغة جسد. صحيح. الوالد وقت خلق لغة مسرح كاراكلا أخذ هالهوية العربية وطورها وعمل منها لغة رأس، مثل ما منشوف بالعالم في لغة الباليه الكلاسيك. صحيح. لغة المودرن. كاراكلا خلق لغة رأس اسمها ستيل كاراكلا، بتمثل لبنان وعالم العربي، ووصل فيها على العالمية. فحسيت أنه ما فيني كتير بعد، ومن بعد 28 سنة عشت بالغرب، ما حسيت حالي إنجليزية ولا حسيت حالي أمريكانية. رجعت على لبنان. دائماً البلاد تطلب أهل. البلاد أكيد، والواحد ليمشي لقدام ويقدر ينجح بحياته لازم يعرف هو من وين. صح. كانت الرجعة صعبة لأنه اللغة ما كانت موجودة، كنت بعيدة عن عالم العالم، بس المسرح مثل حضني. رجعت من أمريكا على مسرح كاراكلا وتخرجت من الجامعات. كان تخرج الجامعات هين قدام تخريج مسرح كاراكلا، أنه هي المسرح الحياة. اليوم لما نتحدث من خلال مشاركتك في المؤتمر النساء على الخطوط الأمامية، المواجهة مش شرط تكون بالميكروفون أو بالسلاح، المواجهة ممكن تكون زي ما حكينا بالفن وبالرقص، زي ما كنت عم تحكي. في العالم العربي للأسف في فئة بتعتبره أمر ثانوي أو هامشي. غيرنا هذا الحكي بوجود مثل فرقة كاراكلا، لكن قديش بنحتاج لنوصل لمكان بالفعل تليق بالفن وتليق بالمسرح؟ بفتكر صرنا عم نوصل، يعني بلبنان صار في اهتمام كتير للفن وللمسرح، بالأردن في اهتمام كتير، في عطول بتابع أنه في كتير بروغرامات عم تكبر للجيل الجديد، في كتير مسرح. بالبلاد العربية عم نطلب كمؤسسة كاراكلا،
نجي نعلم الجيل الجديد بالرياض أو بالإمارات فلكلورهم ليبقى مع الجيل الجديد. واليوم بهالمؤتمر عم نحكي على الفن، عم نحكي على السياسة، وهلأ كانوا عم يحكوا على العالم الفايتين عليه، الميتافيرس والNFTs، هالعالم الديجيتال اللي حيخدنا من الحياة اللي نعرفها عالم ما بقى نعرفه. فكتير مهم يكون في فرق تحافظ على التراث، تحافظ على هالهوية اللي هي هوية شعبنا، وتمسرحها وتفرجي الغرب قديش في جمال بعالم العربي. صح. على طول عالم العربي بنسمع المشاكل اللي بتطلع منه، بس في جمال، في عنا إيقاع جميل جدا، ألوان، أزياء، أصوات. الغرب تأثر، يعني من أهم فنانين بالغرب تأثروا كتير بالفن اللي بيطلع من عنا. فبفتكر لا، طورنا وصار في أهمية، والفن بيبقى، الفنان يمكن بيترك هالدنيا بس فنه بيبقى. صح، إرث، ليجاسي، اللي صار. كنت عم تحكي لي كمان اهتمام جلالة الملك حسين الله يرحمه، بفرقة كاراكلا، كان موجود في عروضكم بعدة مدن، وأيضا ساعدكم لتوصلوا للعالمية. فحكينا أكثر عن هذه التجربة. يعني أنا كنت بعدني طفلة عم أدرس بإنجلترا، بس على طول كنت أسمع الوالد يحكي قديش كان الملك حسين دعم وكان يقدر الفن، كان يقدر مسرح كاراكلا. كان عامل الوالد مسرحية اسمها خيام السود، بتحكي عن الثورة العربية. فمن الأردن انطلقنا عبلاد كل the United States، عملنا الفرقة عملت جولة كل أمريكا لمدة شهرين ونص تحت رعايته. وهذا كان الباب الكبير اللي فتح حقيقة طريق مسرح كاراكلا، لأنه فتنا على الغرب بقوة. والغرب قدر يشوف قديش في جمال بفننا. فعطول الوالد بيحكي، وبالمسرح عنا وقت توصلي عطول في صورة للوالد موجود مع الملك حسين، وعطول مين ما اجى لعنا بيخبر هالقصة قديش له فضل. وهذا يمكن سر دائما حنينك للأردن والشعب الأردني. اليسار، إذا نتحدث على فكرة تصميم الرقصات أيضا، شو بتتطلب؟ يعني لغة الجسد والموسيقى هي لغة عالمية، ولكن التصميم وخصوصا أنه يعني الحدود أو السقف هو السماء، فكيف ممكن تستوحي تصميم الرأس؟ يعني عطول نحن بنحب نقابل جمهورنا، وبيجي الجمهور بيحضر مسرحية مدتها ساعة ونص بيتمتع وبيفل، بس هالساعة ونص بتاخد سنة تحضير. يعني عمل كاراكلا بيتحضر حوالي سنة كاملة. أول شيء ببلش، إذا بدي أقلكم ما راح ببلش السيناريو، يعني المضمون، شو ما أنا نحكي، شو ما أنا نفرجي لجمهورنا. أوكي. سيناريو، بيكون في سيناريو أكيد، في قصة بدها تنحكى. ونحن على طول نحب نحكي قصص تاريخية، منحب نحافظ على التاريخ، منحب بنحس قد ما الدنيا عم تمشي بسرعة ما فينا ننسى الماضي. بس مش معناتها أنه بتفرجي الماضي بالماضي، بدك تاخذي الماضي وتجدديه لحتى الجيل الجديد يتقبل. والجيل الجديد يعني بدك تاخذي الماضي وتمشي فيه بلغتهم بأدواتهم. أكيد. فالمسرح تطور لأنه عم نفوت على الحضارة الجديدة. الكوريغرافي هي مثل ما الواحد بده يكتب لحن، بده يكتب لحن للجسد. بس الجسد بده كتير وقت، يعني الرأس بده بين 10-15 سنة ليصير رأس. نفسه طويل بده كتير، وبده يكون عنده هالقوة ليدله، يعني a very strong discipline. أهم مصممة رأس من عالم من أمريكا بالcontemporary اسمها مارتا غرايم، هي من أكبر مايستروز بالرأس، كانت تقول لا توقفوا على خشبة المسرح، مش لا ترقصوا، بس لا توقفوا على الخشبة قبل ما تبلشوا بتكون 15 سنة. فهي الكوريوغرافي تخلق لحن للجسد، وهاللحن يكون فيه هارموني، يعني ما تتفرجي على الرأس عم يتحرك وتحسي عم يشوش. بعدين الرأس بده يتدرب على الموسيقى مشان ما يعود في فراغ بين جسد وبين الموسيقى، لازم يصيروا واحد. فهو اللقاء بين الجسد، الموسيقى، العقل والروح. الرأس اللي بيرقص بلا روح ما فيه يتواصل مع الجمهور.
هو مشروع بده شوية وقت. يعني وانت عم تحكي عن هاي اللوحات بين الشغف والحب بعيونك للي بتشتغليه، وهذا السر وراء نجاح فرقة كاراكلا، بالإضافة طبعا للمايسترو عبد الحليم كاراكلا اللي تعب على هذا الاسم. انبسطنا جدا بالحديث معك أليسار. في الختام إذا بتحبي تحكي لنا أكثر عن الخطة القادمة، حكيتي لي رح يكون في إن شاء الله تور وأعمال جديدة. هلأ رجعنا بلشنا، يعني مرقت علينا سنتين سودة مثل ما مرقت على العالم كله متعطش للفن. والحقيقة نحن ما بحياتنا وقفنا، يعني خلال 30 سنة حرب لبنان الفرقة ما وقفت ولا نهار، ووقت اجت أزمة كوفيد ما عدنا طلينا على الجمهور أكيد، بس ضلينا بيهايند ذا سيز عم نحضر، ما وقف تمرين الفرقة لمدة سنتين. فهي أول سنة بنرجع نبلش، كان عنا عروض بأبو دبي، وكنا هلأ بالأوبرا هاوس بمسقط، أوبرا هاوس جميل جداً. وجمعة الجاي بعد جمعتين نلتقى لأول مرة بجمهورنا بالرياض. أول مرة بالرياض، فلح يكون انطلاقة جديدة إن شاء الله. ومن هون بتعرفي أنه مسرح الرقص عم تكبر مسافته أكثر. صحيح. شكرا لك لهذا اللقاء والكلام الجميل، نورتينا بالأردن وعلى شاشة رؤية أليسار كاراكلا. شكرا لك. شكرا.